الأستاذ تميم العابد مدير هذا الصرح المونديالي، صرح الذي سيحتضن النهائي مونديال 2022 تحت اسم ملعب لوسيل. كيف يمكن أن نصف هذا الملعب وجاهزية هذا الملعب للمونديال؟ طبعا بحمد الله تم الإعلان عن اكتمال أعمال الإنشاء قبل أسبوعين تقريبا. ملعب هذا بيستضيف نهائي كأس عالم فيفا، فتم تنفيذه وفقا لمعايير صارمة فنية ورياضية للغاية. مبنى طاقته الاستيعابية ما بتقل عن 85,000 متفرج، عدد المقاعد الإجمالي فيه 90,000 مقعد، ومبنى معقد للغاية مصمم لخدمة فئات عديدة بالإضافة للمنتخبات والجماهير. فمبنى من هذا النوع بيخدم طبعا فئات إعلامية، وكالات بث تلفزيوني، وكالات أنباء، جهات أمنية، المتطوعين، المرشدين، خدمات الجماهير، كبار الزوار، رؤساء دول. فأي مبنى من هذا النوع بيطلب أنه يكون فيه أنظمة إلكترونية وكهربائية وميكانيكية للتبريد ولراحة الجماهير معقدة للغاية. هذا الملعب يعني نشوف له كبر الملعب، بنتسأل عن تبريد الملعب كيف سيكون؟ تبريد الملعب وتبريد جميع الملاعب في قطر مبتكر، شيء جميل للغاية. برنامج علمي ابتدأ من ومشوار علمي ابتدأ من 12 سنة لدراسة أحسن طريقة توزيع أساليب التبريد في مساحة عملاقة مثل اللي احنا واقفين فيها حاليا، لتأسيس والحفاظ على طبقة هواء مبردة ونسبة ثاني أكسيد كربون جيدة للتنفس البشري في مكان ضخم مثل هذا. فهي مزيج من أساليب التبريد التقليدية، بس دمجها أو جمعها في مكان من هذا الحجم هو المبتكر. فتم وضع وتأسيس برامج معقدة للغاية إلكترونية لدراسة انتشار وحركة الهواء المبرد في أماكن من هذا الحجم، لتأسيس طبقة هواء مبردة غير قابلة للاضطراب أو لدخول هواء ساخن من فتحات السقف. من أهم مميز الملعب المحيط الخارجي للملعب، المحيط العام، وكذلك في المحيط الخارجي باختلاف النقوش لاحظنا صور هذه صور تمثل كل من عمل على هذا الملعب. نعم، الصور أولا المساحة الخارجية هي مساحة عملاقة ما بتقل عن 1,000,000 متر مربع أو 100 هكتار، شامل المساحة اللي تم تأسيس الملعب عليها، وهذه مطلوبة طبعا لاستيعاب الحشود أو انسيابية الحشود الكبيرة ل 80,000 متفرج أو 85,000 متفرج. فتطلب هذه طبعا مساحات ومسافات كبيرة لمساعدة الجهات الأمنية والمرشدين وخدمات الجماهير لتوزيع وإرشاد الجماهير. الوجوه اللي شفتوها، الوجوه الجميلة، هي هذه وجوه الناس الفنيين العاملين اللي ساهموا في بناء المشروع العملاق هذا، أخصائيين وفنيين بيشملوا نجارين وكهربائيين ولحامين للحديد وفنيين ومهندسين واستشاريين ومراقبين عمل. كلهم ناس بادروا وضحوا بسنين من أعمارهم للمساهمة في هذا المشروع التاريخي العملاق للشرق الأوسط.